بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلق الدنيا والآخرة وخلق هذا الإنسان وابتلاه بينهما، فإن آثر الدنيا على الآخرة باء بغضب الله سبحانه وتعالى وعذابه، وإن آثر الآخرة على الدنيا فإنه يكون رابحا دنياه وآخرته، والأول خسر دنياه وآخرته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة هما ضرتان، إذا ملت إلى إحداهما أغضبت الأخرى. فلا بد أن يعادل المسلم بين دنياه وآخرته، فيأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله وعلى الفوز في الآخرة. هذا هو المسلم المعتدل الذي انتفع من دنياه وآخرته، انتفع من دنياه وآخرته. قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عمن نصحوا لقارون لما آتاه الله الثروة العظيمة، نصحوه، قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح فرح أشر وبطر وكبر بما أعطاك الله من هذا المال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بأن تستعين به على العمل الصالح وطلب الآخرة، أن تنفق منه على المحتاجين والمعسرين وفي سبيل الله عز وجل، فهذا يكون ذخرا لك عند الله سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تحرم نفسك من التمتع بما أباح الله من طيبات المآكل والمشارب والملابس والمساكن، لا تنس نصيبك من الدنيا ولا تحرم نفسك من الدنيا، فإن هذا مذموم. ولا تنس نصيبك من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالمسلم يتناول من رزق الله مما أعطاه الله ويتصدق وينفق ويقدم لآخرته، هذا المطلوب من المسلم مع دنياه وآخرته. وفي الأثر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المسلم يعتدل بين الدنيا والآخرة، لا ينقطع مع إحداهما ويترك الأخرى. وأما من شقي في هذه الدنيا وأعطى نفسه ما تشتهي من حلال وحرام وفتح لنفسه باب الشهوات واللهو والغفلة، تمتع بنصيبه من الدنيا ونسي الآخرة، فهذا هو الخاسر، هذا هو الخاسر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأما من عرف قدر الدنيا وعرف قدر الآخرة فأعطى كل واحدة قدرها، فهذا هو الرابح الذي ربح دنياه وربح آخرته. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه أي لقاءه لربه وحسابه عند الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلينظر المسلم في دنياه وينظر في آخرته ويعلم أنه مخلوق للآخرة، ويعلم أن الدنيا زائلة مهما تزينت ومهما تزخرفت فإنها زائلة عما قريب، وأما الآخرة فإنها باقية، فلا يؤثر الفاني على الباقي، هذا ليس بعاقل، إنما العاقل من يؤثر الباقي على الفاني، هذا هو العاقل. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن الآخرة قد جاءت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أنت لم تخلق في هذه الدنيا لتعمرها وتقتصر على تحصيلها وتنسى الآخرة، أنت خلقت لتعمل لآخرتك وتأخذ من دنياك لتعمل لآخرتك وتأخذ من دنياك ما تستعين به على طلب الآخرة، هذا هو المقصود من الدنيا. والدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، وهذا معلوم لكل عاقل فضلا عن المؤمن. فكيف يؤثر الإنسان دار الفناء التي هو زائل عنها أو زائلة عنه قريبا وينسى الآخرة التي هي مقره
ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل لدار البقاء ولا تنقطع مع دار الفناء فتنقطع بك. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تذكروا يا عباد الله دنياكم وآخرتكم، ولا تكونوا كالبهائم التي ترتع في هذه الدنيا وتنسى الموت، تنسى الذبح وتنسى الموت، لأن البهائم لا لوم عليها لأنها خلقت لغاية وهي نفع العباد وتنتهي، وليس لها جنة ولا نار، إنما خلقت لغاية وفائدة حصلت منها ثم تنتهي، إلا أنها تبعث يوم القيامة وتحشر، وإذا الوحوش حشرت ليقتص لبعضها من بعض، تحشر يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض، يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اتقوا الله عباد الله واعرفوا دنياكم وآخرتكم، إن الدنيا الآن قد ازدهرت بحضارتها ورونقها فغرت كثيرا من الناس وانخدعوا بها وانشغلوا بها ونسوا آخرتهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فلا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان، قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة. قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان لا يقتصر على إصلاح نفسه، وإنما يسعى في إصلاح من ولاه الله عليهم من أهل بيته، من نسائه وأولاده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، ما يكفي أن الإنسان يقي نفسه من النار ويترك أهله، بل عليه أن يقيهم من النار بأن يربيهم على طاعة الله ويمنعهم من معصية الله، لأن له سلطة عليهم، وسيسأله الله عنهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وصاحب البيت راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. السلطان وولي الأمر والأمراء ليس لهم دخل في بيتك، ولا يدخلون بيتك، ولا يدرون ما يحصل فيه، أنت المسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فلا تهمل بيتك، لا تترك وسائل الشر تدخل إلى بيتك، لا تترك أولادك يسرحون ويمرحون ويذهبون حيث يشاءون، تتخطفهم الأيدي الآثمة والدعوات المضللة. بل تجاوز الأمر الآن إلى أن الشر يدخل على البيوت بواسطة وسائل الإعلام المفسدة، وبواسطة الإنترنتات، وبواسطة الجوالات المنقولة. تنوعت الشرور ووسائلها، فصارت تصل إلى الناس في أي مكان. ولكن المسلم إذا أصلح نيته وقام بما أوجب الله عليه وحفظ بيته وتفقد ذريته أعانه الله سبحانه وتعالى، وإذا أهمل فإنه يضيع نفسه ويضيع أهل بيته ويسأل عن ذلك يوم القيامة. اتقوا الله عباد الله، احفظوا بيوتكم بما فيها من النساء، بما فيها من الذرية، بما فيها من الضيوف. كل من كان في داخل بيتك فأنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين. اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه يا رب العالمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، والزموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يرضى الله إلا عمن اتبع منهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وادفع عنهم كيد الكافرين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.